على ثقة بعلمكم ودراياتكم الكاملة بتلك المعلومات التي ذكرتها، وأنكم خير من يعرف أهمية مجال الروبوت الذي تكتسبون يوما بعد يوم مهاراته وتطبيقاته، وهو من المجالات التي أولتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اهتماما خاصا ضمن برامجها وأنشطتها التي تضمنتها استراتيجيتها الحالية للأعوام 2017 و2021، والتي ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية أو تركز على ثلاثة أهداف رئيسية: المساهمة في نشر الثقافة العلمية ودعم بناء القدرات البحثية الوطنية وتوجيهها نحو أولويات التنمية، والمساهمة في خلق بيئة حاضنة ومحفزة على الابتكار على مستوى الأفراد والشركات. وانطلاقا من ذلك تأتي رعاية المؤسسة لهذه البطولة التي تستهدف تشجيع الشباب وتحفيز طاقاتهم العلمية وتعزيز الثقافة العلمية لديهم عبر إصدارات متنوعة. وفضلا عن ذلك فإن هناك دورا رائدا لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في احتضان الموهوبين ودعمهم وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق العنان لقدراتهم الخلاقة من خلال مدارس الموهوبين والفصول العلمية للطلبة والطالبات. الحضور الكرام، أود الإعراب لكم عن الشعور بالفخر وأنا أرى نحو 400 شابة وشابة يشكلون 125 فريقا من 10 دول عربية شقيقة وهم يتنافسون على أرض الكويت الطيبة. شعارهم مواكبة التطور التكنولوجي وإحداث التغيير من أجل مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم.